مساء الخير عليكم. ان شاء الله ما تكون اعياد. انا سعيد اليوم بوجودي بهذا البرنامج الجميل. العيد واضح من بدايته ما بين ثلاث اعلاميات حلوات، فسنه سعيده اكيد، سنه سعيده على اخواننا اللي يشاهدونا عبر قناه دجله الفضائيه. نزار جايب له ثلاث اعلاميات يلتقن بيها على اساس هو برهم صالح. راح تشوف اشياء كلش مهم بتاثر عليه. اهلا نزار حبيبي، لحد هسه ما طلع من عندك اي شيء يثير الامتعاض، ولو انت بعدك ما حاكي شيء، بس احنا داخلين على سنه جديده. التمرط اللي صار ب 2023 و2022 و2021 و2020 19 18 17 16 مبدئيا من 82 من اول ما جيت للدنيا كله راح اخليه بعلاقه. شوف هذا التمرط نخليه بالعلاقه ونفتح صفحه جديده، صفحة بيضاء ما بيها شيء. تفضل. انت لما استضفناك بصباح دجلة اذا تتذكر، نعم، ورا ما كملنا اللقاء قلت لي انه انت مسيحية. ايه. قلت لك ايه؟ قلت لي لو اعرف انه انت مسيحية كان قلت لك شعر. فاليوم انت مطلوب شعر. لا نفخه. لا. نزار من تنفخي الناقص يظل ناقص ما يصير زائد. تستحي من ماما كافي بدأت الله يذال آخذ أخذ ريمك اليوم راح يقرأ شعر المكون المسيحي اللي كنا نحبه ونسميه ملح الأرض. خاف ريان مقصر وياهم. نزار شرفك، إذا الشعر بيت مثلت خابرني وحكي لي أو دز لي فويس، أنا أشغل على سرعة اثنين حتى ما ركز بي. لا تفشلنا ويا ملح الأرض وإحنا بسنة جديدة. يقول عادي نحب بعضنا وماكو بيها أشكال، وإذا دينك بعيد ومو مثل ديني مو معناها نفشل راح انا وياك وما تقوم القيامه لو تحبيني. بديت احط ايدي على قلبي. نزار دق عندي ناقوس الخرط. ها هلا خير شبيك سيدي؟ بس للاحتياط، باعتبار هي المراه الوحيده اللي صح. انت صح والله العظيم صحيح. غطيها زين غطيها زين غطيها زين. مو ما اعرف من راح تجي. انتبه ركز زين ويا الكاميرا، ركز ويا البرنامج. روح نزار. لأن شوقي تبدى وطشر إحساسي وأريد اليوم بشفوفك تلميني. الله ووكليني برضاتي شلون ما تردين، أهم شي بقاع شفج بيتي وكليني. بعدنا سلامات بعدنا سلامات بعدنا. بليد 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 بس بعدني حاط إيدي على قلبي وناقص الخرز بدأ يتصاعد. وكلوب بسرعة جوعان الظهر لأن راح يبدي أكل تبن. جمال جيب له صينية مشاوي قبل لا يجيب سمعتنا ويا ملح الأرض. جاهز 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 جاهز. كمل نزار. وعوف العيب والما يصير والبعدين، واشبك طولك انا وبيت شبقيني، وخلي الناس كلها ايش ما تريد تقول، وخل طينك نخبط الليله ويطيني. طينها طينها قلت لكم والله والله العظيم قلت صديت. هاي من القفه من جتك صفحه 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 جتك. سلامات 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 سلامات. عدت عدت الحمد لله الحمد لله. ما يقدر لازم يرش الملح مالته على ملح الارض. شنو خلطيني شنو خبط الليله ويطيني؟ يعني شو تسوون؟ اذا خبطنا طينك ويطينها ايش راح يصير نزار؟ ابو طين. وانا اليوم اريد اصير بريء واسال سؤال بريء، شنو يعني اخبط طينك ويا طيني؟ هذا. خلينا نقول هذا طينك. واذا اخبطني شو يصير؟ سيدي يصير طين هواي بس اكيد طينك احسن. احترم نفسك. شو تتجاوز انت؟ ترى اسال بس جزمه واشفص بطينك. دعوة سيدي وانا ايش قلت؟ قلت طين يعني ولو طينك يخبل سيدي. بس انا اضوج له شو اسوي؟ والله ما قصدك شريف التيل ما اعرف والله شو وضعي صايره مطي انا. نعوف نزار ابو طين يحير بروحه وبينا وبالفضائيات وش يسوي؟ شباب من هسه من هسه رجاء لا حد يروح يكتب بالتعليقات نزار ابو طين نزار ابو طين. انا رجال ابرأ طيني وغير مسؤول عن طيان الحظ اللي راح ياكل نزار بصراحه. لي قدام. المهم ما دام بعدنا بداية هذا طين نزار نعوفه.